من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. أسرار التعديل الوزاري الجديد. من هو اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية؟ 60 دولة و20 منظمة أعلنت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي حتى الآن. وإليكم تفاصيل النشرة. أجرى المهندس إبراهيم أحلب رئيس مجلس الوزراء تعديلاً وزارياً مفاجئاً يشمل 8 حقائب وزارية، بينهم وزارتان جديدتان هي التعليم الفني والتدريب والسكان بعد فصلها عن وزارة الصحة. وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً رسمياً قالت فيه إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور المهندس إبراهيم محلب. والوزراء هم الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزيراً للدولة للتعليم الفني والتدريب، الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيراً للثقافة، الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيرا للداخلية، الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزيرة للسكان، مهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة. من جانبه علق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على التغيير مؤكدا أن التعديل الوزاري ليس له علاقة بالمؤتمر الاقتصادي ولا يؤثر عليه، فمصر دولة مؤسسات، موجها الشكر إلى الوزراء الذين تم تغييرهم قائلا إنهم أخلصوا لبلدهم واجتهدوا وضحوا وعملوا ليلا ونهارا، ولكن التغيير سنة الحياة وهدفنا الدفع بعناصر وأعمار سنية أصغر وضخ دماء جديدة للدفع بالعجلة التزايدية بشكل أسرع. من هو وزير الداخلية الجديد؟ هو اللواء مجدي عبد الغفار. عمل رئيساً لقطاع الأمن الوطني في العام 2011، ومن أشهر كلماته فور توليه رئاسة قطاع الأمن الوطني: لا توجد لدينا مراقبة لتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، وتم إعدام التسجيلات السابقة، وسنبتعد عن أخطاء الجهاز في نظام مبارك، معلناً عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على الجهاز البديل عن جهاز أمن الدولة الذي تم حله عقب ثورة 25 يناير، واصفاً جهاز الأمن الوطني بأنه الابن الشرعي لثورة يناير وخاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام. كان اللواء مجدي عبد الغفار قد أحيل إلى المعاش منذ عامين، إلى أن تم اختياره وزيراً للداخلية خلفاً للواء محمد إبراهيم. سيد مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيراً للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الأمن يأتي على رأس الأولويات، فلا بد من الاهتمام به والتنسيق مع وزارة الداخلية، كما يجب أن يكون لدى المحافظ خريطة بالبؤر الإجرامية في محافظته حتى يمكن القضاء عليها فوراً. هكذا خاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماعه معهم قائلا: على المحافظ متابعة الملف الأمني ليشعر المواطن بالأمن والأمان، مع متابعة أي شكوى ترد من المواطنين فهذه مسؤولية المحافظ مع مدير الأمن. مضيفا: لابد من الإعلان بشفافية عن خطة كل محافظة، واجعلوا المجتمع مشاركا ومراقبا معكم، صارحوا المواطنين بمشاكل محافظاتكم والتحديات التي تواجهكم والمشروعات التي لا تجد التمويل اللازم، وتواصلوا مع الوزراء لتوفير التمويل، وتواصلوا مع وسائل الإعلام والشباب، وافتحوا مكاتبكم وانزلوا للناس واسمعوا شكواهم، فالعمل الميداني هو الأساس وليس المكتبي. 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية أعلنت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي حتى الآن، هذا ما أكده السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، مضيفا أنه فضلا عن ذلك تأتي المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة منتدى الاقتصادي العالمي منتدى دافوس، قائلا: على رأس المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الإفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.
النيابة تأمر بحبس أميني شرطة على ذمة التحقيقات، حيث استغلا وظيفتهما وكونا تشكيلا لسرقة المواطنين من قائدي السيارات بالإكراه بمدينة السلام بزعم تفتيشهم وفرض إتاوات عليهم مقابل التغاضي عن مخالفات مرورية لهم. وصل الأمر إلى اختطاف المواطنين في سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية استخدمها المتهمان في خط المواطنين بحجة تحرير محاضر لهم بقسم الشرطة وابتزازهم للحصول منهم على أموال. وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين عن التعرض لفرض إتاوات من أميني شرطة، فتم عمل كمين لهم وتم القبض عليهما أثناء تفتيشهما لمواطن بحوزتهما سيارة الميكروباص التي يستخدمها المتهمان في ارتكاب جرائمهما. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.